أهلا بكم من جديد في فقرة جديدة من الآن، ونناقش خلالها حصاد الملف الأفريقي في أسبوع المنقسم إلى جزئين. خلال حديثنا الجزء الأول يتحدث عن أهم الفعاليات الأفريقية التي حدثت خلال الأسبوع في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، وهي فعاليات المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا الذي عقد بشرم الشيخ، بالإضافة إلى تخريج 33 من الكوادر من 19 دولة أفريقية ومنتدى البريد الأفريقي الذي استضافته مصر خلال الأسبوع المنتهي. المحور الثاني هو أهم الأحداث الأفريقية التي حدثت من انتخابات وعمليات إرهابية وأحداث سياسية في دول أفريقيا، خاصة الانتخابات العامة في ناميبيا وإعادة التنسيق الدبلوماسي بين واشنطن والخرطوم. وأخيرا نتحدث عن القبض على رئيس وزراء سابق في تشاد بشبهة الاحتيال. اختتمت فعاليات المؤتمر الاقتصادي في قارة أفريقيا في نسخته 14 المنعقد في شرم الشيخ، ويأتي اختيار مصر كدولة مضيفة بعد أن استطاعت أن تقدم نموذجا أفريقيا ناجحا وقويا على التحدي وتجاوز كافة الصعوبات في سبيل تحقيق نجاحات متتالية في برنامجها الاقتصادي، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي. كما يتوافق الموضوع مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة 2063، والتي تسعى مصر منذ وليها رئاسة الاتحاد في دورته الحالية إلى تنفيذها بالتعاون مع كافة المؤسسات ودول العالم بشكل متكامل ومتساو بين دول القارة. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، الحكومة بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. احتفلت وزارة التنمية المحلية بتخريج 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية ممن تلقوا دورة التنمية المحلية واللامركزية، والتي نظمتها الوزارة في الفترة بين 24 من نوفمبر إلى 4 من ديسمبر بمركز التنمية المحلية بسقارة. وتضمنت الدورة محاضرات حول موضوعات اللامركزية المالية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال دور التنموية المحلية وتجارب الدول الأفريقية الناجحة في مجال الإدارة المحلية. يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. أيضا تنفيذا لتوجيهات الدولة نحو إبراز دور مصر في أفريقيا، فقد اختتمت فعاليات المنتدى البريدي الأفريقي الذي استضافته مصر، والذي شهد حضور قيادات البريد المصري والأفريقي والعالمي، وذلك إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في خطوات لدعم وتنشيط الخدمات البريدية، وذلك في ظل توجه الدولة إلى التحول الرقمي. فقد وقع بروتوكول تعاون بين البريد المصري وجمهورية ليسوتو في مجال التجارة الإلكترونية، واتفاق مشترك آخر مع دولة السودان للتبادل اللوجستي والخدمة الإلكترونية. أيضا في إطار ترويد البريد المصري تزويده بمنصة التجارة العالمية، تم توقيع اتفاق مع شركة العالمية وأخيرا شركة ساب العالمية. وأخيرا وقع البريد المصري تعاونا مشترك مع مصر لتنشيط DHL خدمة التجارة الإلكترونية والطرود المجمعة ومراكز التجميع اللوجستي. ويناقش المنتدى أيضا العديد من الموضوعات المتعلقة كتأثير التطور التكنولوجي على تطوير الخدمات المالية البريدية والعمل البريدي حول العالم، بالإضافة إلى التحول الرقمي. وحول هذه الفعاليات التي نظمتها مصر هذا الأسبوع والمرتبطة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. سعادة السفير، أهلا بك إلى أكسترا نيوز. كيف تقرأ مخرجات هذه الأحداث التي شهدتها مصر فيما يتعلق بالشأن الأفريقي في الأسبوع الماضي؟ أعتقد هذه الأحداث هي حلقات في سلسلة بدأت ربما قبيل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. هي كما ذكرت تفضلت حضرتك 3 حلقات أساسية في إطار الحلقات الأخرى. الحلقة الأولى ربما تتعلق بمجال الاستثمار، ونحن نعلم أن مصر في فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي كان الاستثمار هو المحور الرئيسي لجذب
لجذبه نحو القارة الأفريقية بصفة خاصة، وأيضا في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، وكان هناك تركيز بشكل كبير جدا فيما يتعلق بتوجيه الاستثمار في إطار نحو البنية التحتية بصفة رئيسية، وأيضا نحو القطاعات الإنتاجية المختلفة سواء صناعية أو زراعية أو تعدينية أو أيضا بشرية. وفي هذا الصدد كان هناك تأثير كبير جدا في دفع عملية الاستثمار ليس فقط في الجانب الحكومي أو الرسمي، وإنما أيضا من جانب القطاع الخاص، ليس فقط المصري وإنما أيضا الأفريقي والعربي والدولي. وأنشأت مصر في هذا الصدد صندوق ضمان مخاطر الاستثمار، وطلبت بأن يكون الاستثمار من جانب الدول المختلفة متوازنا ويحقق نوعا من العدالة للجانب الأفريقي، خاصة في ظل الظروف السابقة التي كان هناك الاستثمار لصالح طرف دون آخر. طيب سعادة السفير، يعني تحدثت مرارا عن خطوة الاستثمار وهي ربما النقطة الأهم في هذا السياق، كيف ترى الاستثمار في القارة الأفريقية في الفترة القادمة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والجهود التي تبذلها الآن، وفي ظل أيضا التطورات في مجال الاستثمار؟ يعني شهدنا مبادرة دول العشرين مع أفريقيا منذ أسبوعين في ألمانيا، وأيضا في ظل المنطقة القارية التجارية الحرة، كيف تقرأ مستقبل الاستثمار في القارة الأفريقية في ظل هذه المعطيات؟ التحرك المصري في هذا الإطار في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كانت في محورين رئيسيين، محور التكتلات الاقتصادية المختلفة وأيضا محور العلاقات الثنائية. فيما يتعلق بالمحور الأول وهو ربما يكون الأكثر أهمية، شهدت مصر في خلال تلك الفترة مشاركة مصر فيما يقرب من حوالي 7 تجمعات اقتصادية كبيرة تهمت فيها بدفع عملية الاستثمار بشكل كبير. ربما نتحدث نشير في هذا الصدد لائتمر ميونخ للأمن، التيكاد، مجموعة الـ20، روسيا أفريقيا، أفريقيا ألمانيا، مجموعة الـ7، كله روسيا، أيضا روسيا كما ذكرت أفريقيا، الأمم المتحدة، دورة الأمم المتحدة 74، كل هذه الاجتماعات كان محورها دفع عملية الاستثمار في القارة الأفريقية بشكل متسارع ومتنامي ومتعاظم، وأعتقد أنه حقق الكثير من الإنجازات في هذا الصدد. وطبعا هذا بيتم في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063. أعتقد أن ربما نشير في هذا الصدد أن النهاردة القارة الأفريقية أصبحت الأكثر جذبا للاستثمار في العالم بنسبة تقدر بحوالي 11%، وتليها آسيا. وأعتقد أن مصر أيضا أصبحت هي الدولة الأكثر جذبا للاستثمار نتيجة لهذا النشاط المكثف. هناك اتجاه لأن تكون مصر المركز الإقليمي للطاقة، المركز الإقليمي للرقم، التحول الرقمي، كل هذه تعد إنجازات وليست على سبيل الحصر. فأعتقد أن الفترة شهدت إنجازات كبيرة في هذا الصدد. إذن أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. أيضا في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تستضيف مدينة شرم الشيخ حاليا اجتماع لجنة وزراء المالية 15 الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ذلك مراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل ووضع مساهمات الدول الأعضاء. للمزيد ننتقل إلى شرم الشيخ ومراسلنا محمد أبو عيطة. إليك محمد. تحياتي انجي، وبالفعل وكما اسلفت فان مصر قد تحدثت كل اللغات الافريقيه هذا العام، عام رئاستها للاتحاد الافريقي، سياسه واقتصاد ومساعدات انسانيه وايضا فعاليات ثقافيه. هذه الفعاليه التي اغطيها اليوم هي فعاليه على المستوى الرسمي والمؤسسي بصفه خاصه، وكما تعلمين فان الاتحاد الافريقي كمؤسسه عملاقه تضم اكثر من 50 دوله في عضويتها، فهي بحاجه دائمه الى يعني دعم التواصل والاصلاح المؤسسي بين اعضائها بهدف تحقيق يعني اقصى
وأفضل استفادة ممكنة لهذا الاتحاد من خلال موارده المائية موارده المالية عفوا. نحن هنا نتحدث عن اجتماع الاف 15 أو الخمسة عشر وزراء للمالية الممثلين هنا لكامل القارة الإفريقية، وهم يعني أكبر 15 اقتصادا وأهمهم في القارة الإفريقية، هم ممثلين أيضا حسب توزيع جغرافي يعني يراعي التكامل ما بين هذه الدول وبعضها. في الشمال هناك اقتصادات مصر والمغرب والجزائر، أما في منطقة الوسط فهناك اقتصادات رواندا والكونغو الديمقراطية، وفي منطقة القرن الإفريقي هناك اقتصاد هام هو اقتصاد إثيوبيا، بالإضافة أيضا إلى يعني من منطقة الجنوب من اقتصاد دولة ناميبيا ودولة جنوب أفريقيا. كل هذه الدول وأكثر، وهم 15 دولة ممثلين اليوم في هذه اللجنة التي تراعي بشكل كامل إعداد مشروع موازنة يعني كامل وبالغ الدقة بالنسبة لمجريات الأيام في الفترة المقبلة، وخاصة التخطيط على مستوى يعني تحقيق استدامة مالية لموارد الاتحاد الإفريقي وتقليل الاعتماد على الشركاء المانحين والشركاء الدوليين في هذا الصدد، وحسن استخدام الموارد المالية المتاحة لديها أيضا. نتحدث عن تاريخ هذه اللجنة، فهي كانت قد أنشئت على إثر اجتماع على مستوى قمة كيجالي التي عقدت في دولة رواندا عام 2016، وضمت حينئذ يعني رؤساء الدول ورؤساء حكومات، واتفق وتم الاتفاق في خلال هذه القمة على أن تشكل هذه اللجنة، وتم إعطائها صلاحيات واسعة لإعداد الأجندة المالية للاتحاد الإفريقي بشكل سنوي. وكانت أولى القمم قد عقدت في أديس أبابا في عام 2016 في إثيوبيا، وبعد ذلك يعني أتى الدور هنا على مصر، وتم اختيارها لتكون هي المضيف لهذه الدورة من الاجتماعات، خاصة وأن مصر ترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي عام 2019، وهي الموجه الرسمي والأساسي لسياسات الاتحاد خلال هذه الفترة، بالإضافة أيضا إلى أنها عضو مؤسس لهذه اللجنة منذ نشأتها في عام 2016. الاجتماعات بدأت منذ الصباح، وكانت يعني بحضور بعضها بحضور الوفود الرسمية المشاركة على مستوى الوزراء وآخر، ويعني اجتماعات أخرى انضم إليها عديد من الخبراء المشاركين من هذه الدول، وبحثت عديد من الجوانب التفصيلية والخلافية بين الدول الأعضاء والتي كانت تنصب حول إدارة الموارد المالية. عرفنا أيضا وعلمنا بأن يعني مصر اقترحت في خلال هذا اللقاء عديد من الإجراءات، من شأنها أن يتم ترشيد الموارد المالية التي يتم إنفاقها في خلال الأعوام الماضية المقبلة وحتى عام 2022، والتي أيضا من شأنها أن يعني تعطي بعدا جديدا لتدخلات ويعني إسهامات السياسة المصرية الخارجية في خلال فترة رئاستها على المستوى المؤسسي. وكما تعلمين فإن رواندا في العام السابق وعندما كانت ترأس الاتحاد الأفريقي ركزت بشكل كبير على الإصلاحات المؤسسية والسياسية بالنسبة لهيكلة الاتحاد الأفريقي بشكل عام، ومصر استكملت هذه المسيرة في خلال هذا العام، لكنها أيضا ركزت ولم تغفل الجوانب الإنسانية الأخرى الخاصة بإطلاق عديد من المبادرات الإنسانية، كان أهمها إطلاق مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي، والتي تتصل بنجاح 100 مليون صحة وحملة 100 مليون صحة في الداخل المصري، بالإضافة إلى استضافتها لعشرات المنتديات والفعاليات على المستوى الاقتصادي تحديدا، والتي هدفت من خلال هذه الفعاليات بشكل عام إلى دعم أشكال التكامل بين الدول الإفريقية، كما أيضا هدفت إلى جذب مزيد من الاستثمارات الدولية إلى قارة أفريقيا. أيضا هذا الاجتماع اليوم كان قد استبقه جلسات عمل على مدار الأربعة أيام الماضية على مستوى خبراء بين دول إفريقية جمعتها هنا أيضا في مدينة شرم الشيخ، وذلك للاتفاق على كل التفاصيل التي يتم رفعها اليوم على مستوى اجتماع الوزراء المعنيين يعني نهاية النقاش والتوصل إلى توصيات عامة سيتم رفعها في يعني شكل توصيات وورقة عمل وأجندة تامة إلى مؤتمر القمة الذي سيعقده الاتحاد الإفريقي في عام 2020 لاتخاذ قرارات على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات الذين سيحضرون حينئذ هذا الاجتماع. إجمالا نحن نتحدث إنجي عن اجتماع غاية في الأهمية على الجانب المؤسسي وجانب الإصلاحي الخاص بالاتحاد الإفريقي وهيكلة عمله، وكما تعلمين فإن الاتحاد يعتبر شكل من أشكال المؤسسية الحديثة نسبيا، إذ أنه أنشأ في عام 2002 بعدما يعني أو على إثر إنهاء منظمة الوحدة الإفريقية، وبعد ذلك اتفقت الدول الإفريقية على إنشاء هذا الاتحاد في عام 2013 ليكون شكلا أقوى من أشكال الاتحاد والوحدة والتنسيق والتكامل فيما بينها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمد على كل تلك التفاصيل. محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز.
رحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله الحمدوك بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء عملية تبادل السفراء بعد فجوة استمرت 23 عاما. وقال حمدوك إن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الدول يعد عاملا هاما في خارطة التنمية، كما أضاف أنه بعد انقطاع دام ل 23 عاما من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن تلك الخطوة هامة نحو إعادة بناء السودان وتقديمه للعالم بصورته الجديدة والحقيقية. ومن السودان إلى التشاد، حيث أوقفت السلطات التشادية وزير دولة شغل سابقا منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2016، وذلك على خلفية اتهامات له بالاحتيال. وأعلن المتحدث باسم الشرطة التشادية إنه تم توقيف باهيمي دوبي على خلفية شكوى من المفتشية العامة للدولة بتهمة الاحتيال. ويشغل باهيمي دوبي منصب أمين عام الرئاسة، وتتضمن مهامه تنسيق أعمال الحكومة، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة شغل عددا من المناصب الوزارية. والعام الماضي تعهد الرئيس التشادي إدريس ديبي أنه الذي يحكم منذ عام 1990 فقير إنما الغني بالنفط، فتحة الفساد المستشري. وللبلاد التي لا منفذ بحري لها تاريخ من العنف والفساد، المرتبة 165 من أصل 180 بلدا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ننتقل إلى ناميبيا، حيث أعلنت المفوضية الانتخابية هناك بفوز الحزب الحاكم في البلاد منظمة الشعب جنوب غرب أفريقيا سوابو، لكنه خسر أغلبية 30 للمرة الأولى، الثلثين للمرة الأولى منذ الاستقلال. وفاز الحزب ب 56.3% من الأصوات، ما يمنحه 63 مقعدا من أصل 96 حسب المفوضية. وحصل حزب الحركة الديمقراطية الشعبية وهو أقرب المنافسين على 16.6% من الأصوات، كما فاز الرئيس الحالي هيك جينو ب 56.3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء. للمزيد حول هذا الأمر هاتفيا دكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية. دكتور أهلا بك على أكسترا نيوز، كيف تقرأ عملية الاعتقال هذه؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. هي الحقيقه ناميبيا لم تخرج عن النموذج الافريقي في سيطره بعض الاحزاب اللي هو منظمه شعب جنوب غرب افريقيا سوابو على السلطه منذ استقلال البلاد لمده تزيد عن 30 عاما مع تغيير الوجوه، ولكن هذه المره حملت الانتخابات دلالات جديده. هي خساره هاكا جونجوب عدد كبير من الاصوات، ربما يصل لقرابه 20% من الاصوات التي حصل عليها في 2014، بعد ان كان نسبه التأييد وصلت 2014 الى 84% من نسبه الاصوات حصل عليها دونجوب. هذه المره نتحدث عن 56-57% من الاصوات، في حين ان بتوالا المرشح المستقل والجديد في ناميبيا جاء تاليا له بقرابه 28% وكسر، وهو مرشح مستقل يقدم نموذج جديد داخل الدول الافريقيه عن وجود مرشحين مستقلين يستطيعوا الوصول الى نسبه تاييد مرتفعه ويهدد نسبة الثلثين التي حدثت حضرتك عنها في الخبر. برأيك يعني دكتور باسم، يعني ما العوامل التي أدت إلى فقدانه كل تلك الأصوات؟ الحقيقة أن جونجوب أو جونجوب الرئيس الناميبي ليس هو فقط من خسر، ولكن سوابو أيضا خسرت في الجمعية الوطنية الناميبية، ما بعد أن كانت سيطرة على قرابة 80% من الأصوات في 2014 أصبحت تقترب من 66% فقط من الأصوات، وهذه نسبة تعبر عن بداية تحول بدأت في جنوب افريقيا ثم انتقلت الآن بمنطقة العدوى إلى دولة ناميبيا. الحقيقة أن هناك أوضاع اقتصادية تؤثر على وضع جونجوب في الرئاسة الناميبية، ربما أشهرها الركود الاقتصادي للعام الثالث على التوالي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن هذه البلاد ستشهد حالة من عدم النمو الاقتصادي، وتشهد حالة من الركود، وضع اقتصادي متردي جدا، نسبة جفاف عالية جدا داخل الدولة الناميبية، الحديث عن تزايد نسبة من هم تحت خط الفقر، نتحدث الآن عن ما يقرب من 10% من عدد سكان ناميبيا البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة تحت خط الفقر، وهي نسبة مؤيدة يعني مرجحة أو ترجح أو هناك ترجيح لزيادتها في السنوات القادمة. إذا هي وضع جديد
انعكاسات اقتصادية تؤثر على الوضع السياسي داخل دولة ناميبيا. وبالطبع يعني أكبر المعوقات أمام السلطة الجديدة دائما ستكون معوقات اقتصادية في المقام الأول، إذا كيف ستلجأ السلطة إلى التعامل مع تلك المعوقات يا دكتور؟ الحقيقة أن واحدة من بين القراءات الحديثة في العلوم السياسية هي فكرة القراءات السياسية للأبعاد الاقتصادية. في وقت سابق كانت الدول الإفريقية بها قدر من الانعزال بين ما هو سياسي وبين ما هو اقتصادي، لدرجة أن بعد نظم الحكم استمرت في السلطة برغم سوء الأداء الاقتصادي. الحديث الآن أن الشعوب الإفريقية باتت واعية أن من لا يجيد أو من لا يقدم نفسه بصورة جيدة في الأداء الاقتصادي لن يحصل على التأييد السياسي. ظهر هذا الوضع كما أشرت حضرتك في ناميبيا، في زيمبابوي، في جنوب إفريقيا، في كينيا، ربما إثيوبيا حملت بعض هذه الدلالات، ربما السودان كان نتاج يعني أو واحد من حركات الحراك الشعبي داخل السودان البحث عن وضع اقتصادي أفضل. أعتقد أن أهم الملفات أمام جوجو إن أراد أن يحتفظ ثوابه بالسلطة لسنوات قادمة أو على الأقل أن يقدم نفسه بثوب جديد عليه أن يتبنى إصلاح اقتصادي ناجح، إصلاح اقتصادي يناسب الوضع في ناميبيا ويناسب الوضع الناميبي ويناسب الشعب. يسعى إلى إرضاء المتطلعات، وأعتقد أن التجربة المصرية تجربة ربما تكون محفزة وربما تكون جاذبة أو مرجعية للعديد من الدول الإفريقية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية. ذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا المخصصة بحصاد الملف الأفريقي خلال الأسبوع المنتهي، ونلتقي في فقرة جديدة بعد الفاصل.